يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا اليوم لبرنامج صباح الخير. ومثل العادة للطبخ في حصة، يعني هي مو انه عم اطربكم مني، بس دائما بحاول قد ما فيني هيك بقعد بسهر بالليل وفكر لكم بافكار وطبخات تكون ظريفه، يعني نوعا ما نغير عن الشغلات اللي نحن متعودين عليها نعملها بالبيت. ممكن هيك يخطر ببالنا شي يوم ملينا من اكلاتنا، ممكن هيك يخطر ببالنا نغير شوي. واليوم يعني فيكم تقولوا اكله ما احنا متعودين عليها، فينا نعتبرها تغيير شكل، اللي هي كرات البطاطا بالكريمه الفريش. وممكن يعني بتخلى يا لحمه يا جاج، طبعا هي انتم بترجعوا لكم، يعني مشان نوعا ما انه تعتبر كاكله. هلا فيكم تعملوها مثلا جنب رز ابيض، ممكن مثلا انه هي بطاطا بيوري لحالها، ممكن تكون كطبق جانبي، حبيتوا على العشاء كمان بتبقى ظريفه لذيذه وطيبه وسهله كثير بالشغل. خلينا نتعرف على المقادير. هلا انا للزينه هون حاحتاج عندي شويه بقدونس، حاحتاج اشقوان، قطع دجاج بهذا الشكل. هلا هون في عندي معلقه من ميه البندوره، فليفله خضراء، بصل مفروم، برشه جوزة الطيب، فلفل ملح، بابريكا، وفي عندي فلفل ابيض. هحتاج كميه من الكريمه الفريش او كريمه الطبخ نحن بنقلها، وشوي من الزيت النباتي. كثير سهله، ما كثير بدها شغل. هلا اول شيء خليني اعمل البطاطا البيوري لانه انا سخنت عندي منيح. أنا آخر فترة نحن كنا متعودين نحن وصغار أمهاتنا مثل ما هي البطاطاية بليفوها وبحطوها للسلق، لا أنا خلص صرت أقشر قطع ودغري على السلق، هيك عندي تستوي ما بتعذبني. طبعا أنا لما بدي أعمل بطاطا بيوري بدها تكون كتير سخنة مشان دغري تنطحن. بهذا الشكل هي هي خلص، ما بقى بدي اكثر من هيك، يعني لسه بدنا نقيمها ونقشرها وهيك لهيك اظرف. هلا هون ححط لها رشه ملح، فلفل اسود، فلفل ابيض، هلا حبلش بالهرس. انا بدي اياها ما كثير تكون، ممكن تضيفوا لها شويه مي، بس انا بدي اياها تكون ماسكه كثير، فما راح اقفم مو مي حليب، بس انا حابه تكون ماسكه معي لانه انا بدي اعملها كرات. لاحظتوا كيف وقت لما بتكون سخنه ما بقى بتعذبنا؟ يعني انا من الناس ما بحب مثلا اطحنها، بس ليك كثير ما عذبتني ابدا ابدا. بس مع ذلك هلا حدا من الشباب يعمل لها خطه مشان هيك تروح كريميه، حنقيمها على جنب. هلا حنبلش باكلتنا الثانيه، او يعني اللي انا شو بدي احشيها من جوا. حضيف هون عندي شوي من الزيت النباتي. طبعا انا قلت قبل شوي فيكم تستبدلوا مثلا اللحمه الدجاج باللحمه او بالعكس. حضيف هون عندي بصله مفرومه. انتوا شو بتحبوا تحطوا حشوه بقلبها فيكم تحطوا، فيكم تتفننوا، ممكن تحطوا مثلا دجاج ودرة، ممكن تحطوا دجاج وفطر، ممكن لحمه ناعمه مع فطر، مثلا لحمه مع فليفله خضراء ملونه، يعني نحن دائما خلينا بهدول الاكلات نتفنن، يعني انا مثلا مو حطيت دجاج وفليفله خضراء وبصل، لا نفسهم بدي احطهم، لا لا لا، ممكن انا اتفنن لحالي تكون الحشوه مثل ما انا بدي، ممكن في ناس تكون نباتيه، بتقول لك انا ما بدي. بقى بهالحالة ممكن تحطي مجموعة من الخضرة بقلبها بدون لا دجاج ولا لحمة، وهيك بتكون أكلة نباتية بحتة 100%. هلا هون بلشت تتقلى عندي، حضيف عليها البصل. طبعا انتو دائما انا اللي بتابعوني على طول بقلكم لما بتكونوا عم تعملوا الأكلة هيك برواق، نحن ما بقدر اخذ كثير لتقلاية البصلة الفليفلة مثل العادة. هلا بما انه شوي رح تاخذ وقت خليني تبل انا هون انا وياكم الدجاج. هلا في هون شويه مي، معلش حزنهم بعد اذن المخرج. تمام، هي مشان احسسكم انه مثل عندكم بالبيت بنروح لهونيك ونجي لهون. لهون في عندي فلفل اسود، رشه ملح، بس انتبهوا انا هون على البطاطا البيوري حطيت شوي، هون حطيت شوي، بدي اقعد احكم بين الاثنين مشان ما تطلع مالحه. رشة من الملح،
كمان بابريكا، فلفل أبيض. عندكم مثلا هون نتفنن بقى، حبيتي تحطي نكهة للدجاج انتي بتحبيها، قرفة مثلا، أوريغانو، كزبرة يابسة، انتي اللي بتحبي تحطي البهارات فيكي تتفنني فيها. بلشت عندي تتقلى، وهلا قاعدة هيك عم شاور حالي اعملكم جنب رز ولا بدون رز، شو رأيكم؟ وهيك هاي صار وقعت، بلشت عندي تتبل. هلا رح قيمها وضيفها على الخضرة. هلا شو ضل ضيف عليهم؟ كمان معلقة من مية البندورة، وهيك تقريبا صارت عندي فيني اقول الحشوة شبه جاهزة. بدي استنى عليها لحتى تتقلى منيح منيح وتاخذ لون، بدها يعني شي 3-4-5 دقائق تقريبا لحتى تستوي وتصير عندي جاهزة. مثل ما انتم شايفين، مثل ما تركتوني، شغلة وحيدة يمكن اعملها ارجع شوي اهرس البطاطا وما حاعمل الكرات لترجعوا لعندي. شايف يعني يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. كل ما بتكون رنا معي بالحلقه ما بتعلم الطبخه. انا بدي اقول لك يا عم، انت سبقتيني. بحضر بعدين ما بيأثر. يعني انا قاعده عم اطبخ الطبخه وعلى فكره عم حاول اسمع شوي برنامج اذنك معنا. مشكلة ما عرفت على شو عم تحكوا، عم حاول ركز هون وهون. والله معلش خلص، بس رجعوا بعد الحلقه. بس ايه بعد الحلقه ارجعوا عيدوا لي هدول السيارات. حسيتكم لانه متحمسين كثير. شكرا يا شيخ. هلا وهلا، صار الوقت ننتقل لحتى نعمل هيك دقائق قليلة من رياضة صباح. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي صحيوا هلا، اللي اجت عندهم الكهرباء هلا، وكمان بنرجع بنصبح عن جديد لا اللي كانوا عم يتابعونا قبل شوي. اليوم راح نروح على شغلات غريبه ما كثير متعودين عليها، ممكن تفيدنا كعشاء، ممكن تفيدنا بعزيمه كطبق جانبي، ممكن كمان نعمل جنب منها رز وتصير عنا وجبه رئيسيه. بصراحه انا ما كنت ناقع رز، شاورت حالي او منقعت الرزات، بقى هلا رح نطبخهم سوا. شو هي؟ هي كرات البطاطا بالكريمه الفريش او كريمه الطبخ، اكله لذيذه. هلا شوفوا انا شغلات بسيطه اللي انا عملتها. سلقت بطاطا، انا بقشر وبقطع وبسلق، بعدين هرستها، حطيت شويه حليب ما كترت كثير، حطيت ملح، فلفل، بابريكا، حطيت شوي من الأشقوان. ليش انا حطيت أشقوان؟ لانه انا بدي اعملها كرات، بدي اياها تكون شابكه معي، بقى الأشقوان ممكن يساعدها شوي لحتى تتكور معي منيح. هذا كل شيء، وبصراحه طحنتها وصارت معي مثل الكريمه مثل ما انتم شايفين، راحت على الاخير. هلا هي صارت عندي البطاطا البيوريه جاهزه، احكي هون على السريع انا شو ساويت. هون قليت بالطنجره بصل، فليفله خضراء، حطيت قطع دجاج، شوفوا قديش صغار، هيك بدها تكون بهذا الحجم، كثير صغيره، يعني مثل اللحمه راس عصفور. كمان فيكم على سيره اللحمه تحطوا لحمه بدالها، يعني فيكم هيك او هيك. حطوا البهارات اللي انتم بدكم اياها، انا حطيت ملح، فلفل، حطيت بهارات مشكله، حطيت بهارات مدخنه، بهارات دجاج، فلفل ابيض، وحطيت معهم معلقه من ميه البندوره، وهيك صارت عندي جاهزه. خليتها لحتى تتقلى عندي كثير منيح وصارت جاهزه. انا متى ما ساويت زبديه، هي الزبديه وهي الزبديه، تقريبا صارت اكلتي رح تبلش تخلص، لانه كثير صارت المرحله الاخيره تبعها كثير بسيطه. بس بما انه بدنا نطبخ رز مشان يلحقوا يستووا الرزات، خلينا نحط هون المي. عندي كفوني مع ملح وزيت نباتي، واتركهم هلا بس لتغلي. بحط كمان مكعب مرق دجاج، بحب ابقى عطريه، بتعرف يعني الرز الابيض ما بده شيء. هلا حنبلش هون، بس قبل في شغله واحده ما حطيتها، هي جوزة الطيب. رح قيمها وقرشها عليها، يا دوب برشه خفيفه. دائما مع البطاطا البيوريه حطوا هي البرشه، بتعطي طعم للبطاطا البيوريه فظيعه وبتطير. هلا هيك صارت عندي جاهزه. طيب هلا شو بدي اساوي انا؟ حجيب البطاطا البيوريه، يفضل نكون لابسين كفوف. ها
حندور بهذا الشكل. بدي احاول كبرها انا، يعني تقريبا قد ايدي بهذا الشكل. انتوا حبيتوا تزوروها اوكي، ما عندي اي مشكله. هلا رح قيمه وحطها. بدنا نعمل كمان قدها. هلا انا ما بعرف معي كثير وقت لانه ساوي كذا وحده، وبعمل لكم كم وحده كمان. بالنظر بدي احاول يكونوا كلهم قد بعضهم. ومثل ما قلت ممكن كمان تكون معنا وجبه رئيسيه، بس انا هيك اكلات كوجبه رئيسيه ما بتقطع براسي، بحب هيك شغلات تكون. هلا على الاغلب حسب ما فهمت من الكنترول ما كثير معنا وقت. هلا انا شو رح هون رح ساوي؟ رح كمل تكويرتهم، بس خليني ساوي قدامكم كم وحده. بتجيبوا كعب الفنجان، كعب كاسه الشاي او اي شيء، او وحده مثل هاي، وبنكبس بهذا الشكل لتحت بحيث انه ناخذ شكله مثل الانجنار. هيك لاحظتوا؟ عشان تاخذ كلها نفس الحجم. وهيك بدي احاول اعطيها شوي جوره من قدام من جوا. ليه؟ لانه انا لا بدي احشيها بهذا الشكل. هلا ممكن كمان اذا حطينا هون بكعبه شويه نقطه زيت يمكن ما بتلزق معنا، يفضل يعني. طيب هلا انا شو بدي اساوي؟ رح اجيب الحشوه اللي انا ساويتها ونحشي. وهيك كمان حساوي الثانية، وكمان هي هيك. هلا حنجيب الأشقوان ونضيفها عليها بهذا الشكل، كمان أشقوان على هي. يا حسركم شو ضل عنا شغلة وحدة اللي هي. هلا أنا طبعا حأعمل وحدة هون وحدة هون. هلا حجيب الكريمة الفريش مثل ما هي ونزلها هون. يا سلام يا سلام يا سلام. حطيتي والله بقصة لإيدي إذا عرفتوا شو حطي. لا لا بس آخر شيء انتبهتوا؟ لا عم نطلع بس إنه ما كثير تركيز. إيه؟ هلا شوفوا هلا المنظر هون، حطيت كريمة فريش. ما انتبه. كريمة فريش حطيت. إيه هلا البطاطا البيوريه مثل ما أنتم شفتوا عملتها مثل الإنجينار، مثل صحون الإنجينار. حشيتيها؟ إيه حشيتها بالحشو وحطيت أشقوان وعلى الفرن يا معلم. ودوق بعدين. ودوق. يا عيني. وطبخت رز، شاورت عقلي وطبخت رز. اوكي جنبها بيتاكل رز؟ اي يعني ممكن هيك تغرفي جمعان طيب. عشان تشبع. عشان تقيت يعني. عشان شكرا لك يا اهلا وسهلا. شكرا لك شيف، يعني اكيد الطبخ هو يمكن فن من الفنون، وبشكل عام اكيد الفن هو من اكثر الوسائل الناجحه بايصال رسائل مجتمعيه وانسانيه، وهالشيء اكيد تم اثباته على يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا الشكل النهائي. بصراحه ما كثير ضل معنا وقت، وهيك صارت عندي مثل ما انتم شايفين، بس حطيتها بالفرن انا طبقتها كلها قدامكم، بس كملت كمان اثنين وهي رزاتي صاروا جاهزين. معنا وقت نسكب او لا؟ وهون وممكن نضيف عليها بس هي الرشه الخفيفه من البقدونس، بتعطي شكل جدا جميل ورائع. بس انتم متخيلين بدون ما اسكبها كيف الشكل صح؟ والله متخيلين. متخيلين. نسكب؟ يلا يلا. حلاوتك عم ترشي بقدونس كأنه الكوليرا خلصت. شوفي هالمنظر يا مشلين. هي بس هيك زينة زينة. ما ردت. تجاهلتني. تجاهلتني على الآخر. عفوا عفوا ما انتبهت انا مركزه بالاكل. مالك عارفانه مركزه مركزه الشيف مع الجبنه اللي عم بتشط والرز والقصص. في جبنايه شاطه بين البريكس والصحن يعني. اوكي ما في مشكله يعني. والله يسلم ايدك يعني صراحه. الله يسلمكم يا رب. فكره ظريفه ولذيذه، وممكن كمان تضيفوا مثلا معها شوي من الكريمه الفريش اللي بتحبوها اكثر منك، بس انا هيك حاسه كثير لذيذه وكثير مهضومه. كثير ظريفه للعزايم شايف يعني شكل. لانه دائما بنختار اخر شيء بالعزيمه شو الاطباق الجانبيه. بقى ان شاء الله يا ربكم عم اعطيكم افكار حلوه وظريفه. يعطيكي الف عافيه يا شيف. شكرا كثير لك شيف. مشاهدينا يعني ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا، ونحن اكيد دائما فقراتنا وضيوفنا بيتجددوا معكم يوميا. دائما لاقونا على 10:15 الصبح. تبقوا بالف خير. باي باي.